بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم ماتشات زمان. النهاردة بنتكلم على واحد من أحلى المواسم في تاريخ التسعينات، موسم 93-94. نادي الأهلي فاز بهذا الدوري، لقاء الفيصل لو تتذكروا معايا مشاهدينا أمام نادي الإسماعيلي بأربع أهداف مقابل ثلاث أهداف في الإسكندرية. في هذا الموسم النادي الأهلي كان داخل بشكل مختلف، أداؤه مختلف، طريقته مختلفة، كان معاه مدير فني أجنبي كابتن آلان هاريس، وكان ابتدت النادي الأهلي بيلعب كرة هجومية بحتة جدا جدا جدا. فهذا الموسم النادي الأهلي تعادل في النقاط مع نادي الإسماعيلي فلجأوا إلى الماتش الفيصل. لكن في هذا اليوم نادي الأهلي بيواجه نادي المقاولين العرب، نادي من أكبر الأندية في الكرة المصرية، حصل قبل كده على الدوري العام، حصل على بطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس، يعني نادي من الأندية الكبيرة. ودايما ماتشات الأهلي والمقاولين في هذه الفترة كانت بتبقى صعبة، وفارق الأهداف ما بيبقاش كبير. في البداية برحب طبعا بنجومي الكبار، كابتن مصر والنادي الأهلي كابتن ياسر ريان، الجناح الطائر اللي هي النادي الأهلي نور النهارده. كابتن محمد، سعيد بوجودي معاك النهارده، وكابتن أحمد صابر بالتأكيد. أيضا كابتن مصر ونادي المقاولين الكابتن أحمد صابر، حارس مرمى نادي المقاولين العرب في هذه الفترة. أهلا بك كابتن. أهلا وسهلا بك كابتن محمد، وسعيد جدا معاكم مع الكابتن ياسر ريان، والأيام السعيدة والجميلة أيام زمان. ذكريات جميلة جدا جداً. صراحة في هذا الموسم الكرة كانت مختلفة، طريقة الأداء كانت مختلفة، الفرق كانت كلها فيها مواهب. كابتن ياسر، في هذا الموسم نبتدي نتكلم في ذكريات موسم كان حضرتك كنت لسه منتقل من نادي المنصورة لنادي الأهلي، مدير فني جديد، مدير فني أجنبي. النادي الأهلي كان بيلعب كرة هجومية بس يا كابتن ياسر. هو ما فيش شك، احنا موسم 92-93، انا هرجع بس حاجه بسيطه مع كابتن نور سلامه، يعني انت عارف النادي الاهلي ما يطلعش من بطوله غير ما يبقى حصلنا على بطوله، يعني سواء دوري او كاس، وخاصه البطولات المحليه. السنه اللي انا بقيت موجود فيها جه كابتن انور سلام مسك فتره، وبعد كده الكابتن شوقي عبد الشافي خدنا كاس مصر في السنه دي، وبعد كده جاب المدير الفني الانجليزي اللي هو آلان هاريس. كان اول، احنا كنا زمان بنلعب بطريقه 3-5-2 او 5-3-2 ايا كان المسمى اللي انت عايز تسميه بيها في الوقت ده او الشكل بتاع اللعب. جه بعد كده آلان هاريس جه لعب بطريقه 4-4-2، يعني في مديرين فنيين يقول لك انا بلعب 4-4-2 3-5-2، الاساس بتاعها ازاي تنفذها وازاي تخبيه بالظبط كده. فاول ما جينا احنا مش متعودين، اللي يجي كل واحد كان في حاجه اسمها تمرين تخصصي، انت ممكن تيجي مع الفرود ترفع شويه لكابتن حسام تعمل، يعني ممكن تشتغل مع نفسك، لكن انت تعمل تمرين يجي لك مدير فني الصبح بدري الساعه 8 الساعه 9 علشان يقول لك حاجه معينه ويقول لك طريقه اللعب ازاي والاسلوب، واللي كان لها طرق كان لها شكل وكان فيها ذكريات كتير جدا. يعني انا يعني هجيبها لك بالتدريج كده، بس خلينا ناخدها واحده واحده. اتفضل. النادي الاهلي بيجيب دايما يعني زمان ما كانت في التسعينات، وجي كابتن هيديكوتي وغير في طريقه اللعب في الكره المصريه، وبرضه عن طريق النادي الاهلي بالظبط. ثم جاء كابتن فايسا وبرضه تمرينات، صح، تمرينات طريقه لعب جديده عن طريق الايه؟ النادي الاهلي. جاء كابتن آلان هاريس وبدايه ال 4-4-2 انتشرت في كل العالم، الكره الانجليزيه وال 4-4-2 كلاسيك اللي كان بيلعبها النادي الاهلي، اثنين راس حربه صراح واثنين طرفين، ولازم يكون في باكين اقوياء على الاجناب سواء ناحيه اليمين ناحيه الشمال. فده كانت طريقه او منظومه النادي الاهلي الجديده. بس النادي الاهلي في هذه الفتره كان عنده القماشه برضه اللي تقدر بالظبط، ما انت بتتكلم على القماش، يعني انت لو جيت تشوف الوقت ده كابتن حسام البدري بيشتغل على القماشه اللي موجوده معاه. نعم. احنا كان في موجود في عندنا كابتن ابراهيم حسن، انت عارف من احسن باكات برايت جات في مصر في افريقيا، في الكوره في افريقيا. بامانه يعني نكم ده بامانه يعني. وانا ناحيه الشمال وموجود، يعني انت عارف كابتن محمد يوسف وانا كنت موجود، وكان كابتن اسامه عرابي، كان في ناس موجوده، وكابتن محمد سعد جه على فترات برده موجود معانا في النادي الاهلي، انا جيت على الناس دي على المجموعه. بس انت الفتره دي كابتن يوسف كنت بتلعب قدام، بلعب قدام بس ناحيه الشمال، احنا ممكن العب باك ليفت، ممكن العب اوف ليفت حسب احتياج الفريق، لكن الطريقه بالنسبه لنا كانت جديده. بس قبل ما نوصل للطريقه، يعني جه آلان هاريس، لان انا اصلا بلعب برجل اليمين. نعم. فهم متعودين في انجلترا اللي بيلعب اشول. فجاه اللي انت بتقوله ده مفاجاه للمشاهدين. ما في ناس قوي كتير فكروا ان انا اشول لحد دلوقتي. يا كابتن احمد، مش عارفين كابتن ياسر بيلعب برجل اليمين ولا بيلعب برجل الشمال. بالظبط. لا بسم الله ما شاء الله. ما ده اللي بيمتاز بيه، وده اللي المفروض الناس بره حتى ما بتتفرج على ماتش اوروبا تلاقي كله بيلعب برجله اليمين ورجله الشمال، دي واحد. نعم. لكن اول ما وصل وبتفرج على الفرقه قالوا له ده من اللعيبه، بدي كل لعيب معاه كابتن شطه وكابتن شوقي عبد الشافي اللي كانوا موجودين مساعدين معاه. نعم. فهو بيدوا له كل واحد مميزاته وعيوبه فقال له، فجاء عليا بيتكلموا قالوا لا لا اظن اللي هو مش هيبقى ليه مكان معايا، واحد بيلعب ناحيه اليمين وبيلعب، يعني عايز واحد اشول
فلقيت الكابتن شطه بيقول لي انت السنه دي احتمال ما تبقاش يعني بشكل رسمي. قلت له مين انت عارف وجودك في النادي الاهلي بتبقى فيه منافسه شريفه. قلت له مين اللي قال لك الخواجه؟ بيقول قلت له تعال اقول له هلعب كده بالطريقه بتاعتنا العاميه. قلت له قول له هلعب، مش عايز اقول لك، قلت له هلعب وغصب عن اي حد هنا هلعب عليه بالشكل كده، في عزيمه جوه. انت واثق من امكانياتك واثق وحاسس ان انت هتقدر تأدي، بس ممكن برضه كابتن ياسر يكون هو بيستفز الملكات اللي جواه. لا هو واخد قرار على فكره. لا. في البدايه في يعني البدايه كان واخد قرار على فكره. لو جيت تبص في الموسم ده من احسن مواسم عملتها مع النادي الاهلي. ليه؟ كان بادئ معايا انا في الماتشات ده، لو انت ركزت في بدايه الماتشات كلها انا ما كنتش في ماتش احتياطي، في ماتش بره الفرقه، في مش متواجد فيه، في بس لما ركبت خلاص. بدايه بقى بدات المنصوره، في المنصوره اجيب جون، الاتحاد في اسكندريه جون، بدات المريخ السوداني الهدف اللي بيجي على طول في قناه الاهلي واخده من نص الملعب، من المواسم اللي انا على طول في اهداف، وانا بطبيعتي يعني بس الطريقه ساعدتني. نعم. طريقه اللعب 4-4-2 وازاي ندافع وازاي نهاجم، وبرده من الموقف اللي قابلتني مع كابتن صالح سليم، جه مره بيقول لي هو ما يعرفش ان احنا بنلعب بشكل معين واسلوب معين وطريقه معينه وازاي تدافع وازاي تهاجم. فلقيت كابتن صالح مره جاي التمرين بيقول لي انا عايزك بعد التمرين، فكرت قال لي انت لعيب انا اقدر العب عليك، هو عارف ان انا سريع. نعم. وهو كان انا ما جيت اراجع الذاكره لكابتن صالح لقيته اصلا بيلعب طرف من الاطراف. نعم. يعني ما كانش فيرود صريح. نعم. فهو حابب يشوف ياسر ران بشكل اللي هو شايفه كصالح سليم. قال لي انت بتاخد الكره وتطلع على بره على بره على بره. قلت له ما انا برده حتى لو الباك عليا سريع انا اسرع منه وهعدي منه، وحتى لو قال لي لا ما انا ممكن لو انا سريع برده هو بيديني هسيب لك ثلاث اربع خطوات مش عارف. قلت له لا حتى لو اربع. فدخلت معاه لقيته بقى تداخل مناقشه، ايه مش تهريجه ده؟ لا وكوره. فاول كلمه قلتها له طبعا مع كابتن صلاح ما فيش مشكله، بس انا برده بتكلم بتناقش معاه في كوره. فبقول له على فكره انا مش بلعب بمزاج، انا بلعب بطريقه المدير الفني عارف. قال لي ايه؟ قال لي اسمع كلامه وما اسمعش كلام انا، وسلم عليا ومشي. هو ده قيمه النادي الاهلي بالظبط، رئيس النادي الاهلي ومين؟ الكابتن صالح سليم، واحد من افضل من انجبت الكره المصريه مصر، واحد عنده تجربه احتراف في النمسا، واحد عنده صولات وجولات، ولكن في حواره ما بينه وما بين كابتن ياسر ريان في الاخر قال لك اسمع كلامه ده انا ما اسمعش كلامه. مدير فني. وهو ده التخصصيه في الاداره. كابتن احمد صابر هذهب اليك. نادي المقاولين العرب من الانديه الكبيره جدا، ولكن في هذه الفتره فرصه صعبه جدا على نادي المقاولين العرب لعوده مره ثانيه للاجواء. كان في تبديلات كتير جدا في الاجيال، اجيال صغيره، وجودك مع بعض اللعيبه، وكان في يعني في هذا اللقاء كان في كابتن سمير كمونه واحد من نجوم النادي الاهلي، ولكن هو بدايته في نادي المقاولين، وايضا احمد نخله من اللعيبه الجمال جدا، اللعيبه الصغيره، ويعني كان موسم صعب على نادي المقاولين. هو طبعا كان موسم صعب. ليه؟ لان كنا لسه طالعين من الدرجه الثانيه موسم 92-93. نعم. كنا احنا طبعا الدرجه الثانيه مع الكابتن بدر فتاح، والحمد لله صعدنا. فطبعا كانت بدايه اللي احنا عايزين نثبت نفسنا تاني، لان نادي المقاولين العرب طبعا معروف ان نادي المقاولين العرب نادي بطولات، نادي له سمعه كبيره جدا، نادي بيطلع نجوم. فطبعا كانت حتى كابتن بدوي اللعيبه اللي ساعدنا بيها ما جابش عليها غير 2-3. نعم. نفس الايه الفرقه ونفس اللعيبه. فطبعا كانت صعبه، اللي احنا كنا لازم نثبت نفسنا في السنه دي. والموسم ده كان اول مباراه لنا في الدوري مع نادي الزمالك. نعم. وبدانا بدايه كويسه قوي، كسبنا نادي الزمالك 2-1. يعني الزمالك كان فيه نجوم كبار كبار جدا، كان احمد الكاس، وكان مجموعه اتصر واسماعيل يوسف يعني فضل الالقاب طبعا. النجوم يعني من جدا. نجوم العرت ايه؟ كابتن حسين السيد ونادر السيد وحسين عبد اللطيف. لا فرقه جامده جدا. وكابتن ايمن منصور. فكسبنا 2-1 يعني بهدفين سيد عيد ومحمد السيد، ومشينا كويس. المباراه الموسم ده اللي هزنا ان احنا كنا بنكسب ماتش ونتعادل ماتش ونخسر المباراه. كنا اهم حاجه عندنا في السنه دي اللي احنا كنا نقعد السنه دي عشان نبني، لان كان بدايه بناء فريق جديد لنادي المقاولين العرب. لان طبعا كان في كابتن مجدي عبد الغني طبعا كان قائد في السنه ديت، كان سيد عيد واحد من نجوم طبعا الكره، وكان لسه جاي من الاحتراف من البرتغال. وطبعا وكان شرف لينا طبعا ان احنا طبعا يكون معانا الكابتن مجدي عبد الغني. كان بيلعب قدامك على طول كابتن؟ كان بيلعب على طول ليبرو قدامي على طول. فدي كانت موسم طبعا كان صعب علينا، بس الحمد لله
عدنا وعدنا في الموسم دوت، والموسم اللي بعديها خدنا كاس مصر موسم 94 95، خدنا كاس مصر، خدنا كاس افريقيا 96، بدانا نعمل جيل جديد نادي ابو العرب، قعدنا حوالي 10 12 سنه بطولات لحد بقى دخول عبد الستار صبري وهيثم حسين وعوده تامر مصطفى سعد عبد الباقي وسعد عبد الباقي على عاشور طبعا طارق سليمان معانا طبعا كان غياب ده بقى احمد سعيد احمد سعيد كان موجود كابتن الفرقه كان لا كان بدايه وجي بعدها محمد فتح كفته تامر النحاس لا جيل كان بسم الله ما شاء الله بدأنا نعمل جيل يعني يعيد ذكريات نادي العرب اللي هو بيقولوا الجيل الذهبي بتاع الكابتن رضوان كابتن سعيد الشيشيني ده جيل الثمانينات كابتن عبوده كابتن نبيل ابراهيم كابتن ناصر محمد علي رحمه الله عليه كابتن علاء خليل لا بدأنا نعيد الذكريات ديت بالبطولات وكانت اول بطوله تاني سنه الموسم ده اللي احنا كنا ماشيين فيه مش كويس تاني موسم خدنا بطولة كاس مصر وبدأنا نمشي على المسار الصحيح. كابتن ياسر قبل ما اخش في الفنيات كابتن ياسر كنت حريف قوي ما شاء الله يعني كنت دايما جمهور الدرجه الثالثه اللي كان بيروح كان بيحب كابتن ياسر ريان وكان متعلق بيك وكان دايما بيفضل ينادي عليك يعني انا في هذه الفتره لو نتذكر يعني كنت الواحد بيروح يفضل يروح يحضر الاستاد القاهره او بتاع ويشوف كابتن ياسر ريان ناحيته فالكورة وهي جاي لك عارفين ان في موقف واحد ضد واحد انت هتعدي وعارفين ان بعد التعديه في اوفر وفي جول بالظبط ان في برضه اثنين من اجمد الفراوده اللي موجودين او ثلاث فراوده كابتن حسام حسن فيليكس وفي كابتن ايمن شوقي يعني محمد رمضان كابتن محمد رمضان في اخر مواسمه يعني كان عندك انت حته واحد ضد واحد والسرعه واول واحد بقى شفنا بقى ايه الحته بتاعت السيزر الترقيصه بتاعت السيزر دي كان كابتن ياسر ريان هقول لك على حاجه كل واحد في النادي الاهلي عشان كده كل واحد ربنا بيديله ميزه وخاصه انت بتلعب على نادي الطوله مش نادي يعني انا في نادي المنصوره كنت على فكره مستواه كمان كان اعلى من كده كان احمد صابر لعب وانا موجود في المنصوره ليه انا هناك ما كانش فيه ضغوط عصبيه ونفسيه بتدافع بقى ما بدافعش واشوف حته الضعف اللي في الفرقه فين واروح لها وكنت بشتغل على هذا الاساس وجبت جول حتى في النادي الاهلي ضد كاب شوبير وهو كان اللي بيلعب مع النادي الاهلي فاكر انا ففي حاجات بتبقى لكن النادي الاهلي انا ما كنتش انا كنت في يوم من الايام بحلم ان انا الجمهور يتفرج عليا فجيت كان بدايه من نادي المنصوره لما جيت النادي الاهلي لقيت الوضع مختلف تماما فرقه بتلعب على بطوله فرقه ما يهمنيش انا احرز هدف وعندي كمان ميزه الناس ما انت لازم رتم الكوره لازم اسريع طب كابتن ياسر انت جيت النادي الاهلي ازاي لا مشوار طويل قوي ومتعب معايا ناس كتير قوي منهم برضو على فكره شارك في الموضوع المهندس محمود طاهر في موضوع صفقتي برضو شارك معايا المهندس ابراهيم المعلم شارك معايا ناس كتير قوي كانت في الموضوع صفقه يعني في ناس كتير تدخلت الحاج تيسير الهواري عشان تيجي النادي الاهلي عشان الزمالك اصلا عرض مبلغ كبير وانا كنت المفروض اخد مبلغ خيالي من الزمالك فكانت كلام انا هو اللي هيحدد اروح الزمالك ولا الله يرحمه الكابتن حسن مجاد وهو في نادي المنصوره والحاج ابراهيم مجاد كان رئيس نادي المنصوره انا ما عصرتهمش كرئيس نادي لكن هم خلاص كانوا نادي المنصوره نازل درجه ثانيه وهو عايز برضه فلوس النادي فقال لي انا هاخد من الزمالك استفاد النادي قلت له خد الفلوس بتاعتي اللي انا هستفاد منها وخدها لي كان نادي الوقت والمهندس عبد القائد عشان النادي الاهلي خلي بالك المهندس عبد القائد ده بعد ربنا سبحانه وتعالى هو السبب الرئيسي في كل الصفقات بتاعته ده المهندس ده من الصفقات اللي هي سمعت قوي قوي كانت صفقه ياسر ريان ورضا عبد العال دي الصفقات اللي هي سمعت جوه النادي الاهلي لكن النادي الاهلي عشان كده انا ببقى استغرب على لعيب النادي الاهلي ده حاجه كبيره جدا اللي انت تيجي تقول يا عمره على فكره قال لي خلاص يبقى لعيب يقول لك انا عايز امشي من النادي الاهلي حتى اللحظه اللي احنا فيها ده هتلاقي كله منتظر القايمه مين هيمشي ومين هيقعد مفيش واحد مفيش لعيب بيبقى عايز يقول لك انا جاي لي هسافر بره او جاي لي نادي في مصر ليه؟ النادي الاهلي له متعه مش تقليلا في الانديه الاخرى والله الانديه الموجوده في مصر انديه كبيره ولها احترام كامل الاحترام لكن النادي الاهلي نادي بطوله هتدخل جوه المنظومه فلازم تبقى بطل حتى في القناه لو انت هتلاقي في منافسه بين الزمالك وبعض هتلاقيك عايز تبقى بطل هي كده هي النادي الاهلي حاطينها في المنظومه دي لكن انت لو جيت ناحيه الشمال لو رجعنا للناحيه الفنيه لو جيت ناحيه الشمال ياسر كان سريع وبيوصل للجون بسرعه وبيعرف يدافع وفي مميزات
هتلاقي برضو الناحيه الثانيه ابراهيم حسن برضو عنده قوه بيعرف يجيب جون وباك رايت بيعرف يجيب بيعمل اوفر وبيوصل. هتلاقي عندك في الودين حسام وكان كان كابتن محمد رمضان وكابتن حسام او فيليكس اللي كان موجود هتلاقيهم بيعرفوا يجيبوا جون وايمن شوقي كابتن ايمن. هتلاقي كل واحد في النادي الاهلي عنده ميزه. هتلاقي هادي خشبة فيندر على اعلى مستوى. هتلاقي كابتن اسامه عرب على فكره في ناس كتير جدا ما تحبش اسلوب لعب كابتن اسامه. لا اسامه عرب لا انت لا ما يحسش بلعب اسامه عرب غير اللي يلعب جنب اسامه عرب. حضرتك حاجه كابتن ياسر وكابتن احمد صابر اللي اتفرج على طريقه اداء كابتن اسامه عرابي ايه ده ولعيب كوره وبيعرف يغطي امتى وبيعرف يعمل اوفر. لا وعلى فكره مش بطيء زي ما الناس متخيله. كابتن اسامه كان بيلعب فين قبل يروح النادي الاهلي؟ نعم في نادي المقاولين. في المقاولين نعم لغايه 21 سنه لحد 21 سنه بالظبط. انا فاكر ما بقول لك لا انت ممكن تكون في ناس في ناس كده. انا وانا في نادي المنصوره ما بقيت اقول كابتن اسامه عرابي بالنسبه لي عادي يعني. انا مش شايف يروح ازاي المنتخب وكابتن جاري في حاجات بقت ايه مش مصعبه. لما لعبت ضد اسامه وانا في نادي المنصوره ليه في نادي المنصوره كان اسامه هاف ليفت وانا في نادي المنصوره بلعب هاف ليفت فهم لما عرفوا اللي في ياسر ران في نادي المنصوره لعيب سريع ومتعب هيحطوا له مين؟ اسامه عرابي اللي لعبوه ناحيه اليمين. فعلا تعبني جدا لدرجه في الماتش انا كنت بسيبه واروح وكان معايا مان كابتن اسامه في ماتش المنصوره ولا لكن ما حدش يحس بكابتن اسامه عرابي غير اللي لعب اسامه عرابي. لا هو بصراحة يعني من 10 سنين من 86 هو طبعا ابتدى ب 82 ولكن من 86 ل 96 هو بطل سنة 99. احنا مبطلوه كمان بالعافية. نعم احنا مبطلوه كمان مش ما كانش عايز يبطل عشان كان قادر. والله كان قادر هو في كان مهتم بنفسه جدا على فكرة. يعني أولا عارف في مراحل على فكرة سنية يعني أنت ما تخلينيش أنا عندي 34 سنة اتمرن زي اللي عنده 20 سنة. صعب. ده أسامة عربي كان ذكي جدا في الحاجات دي جدا. يعني يجي مثلا لعب ماتش النهاردة انسى أسامة عربي لمدة يومين. يدخل في يوم في راحة ما بينزلش حتى الملعب يمكن ينزل الجري الخفيف يدخل يعمل الجاكوزي أو الساونا أو المغطس ويريح. تاني يوم تلاقيه برضه يلعب هو مع يعني حتى هم الاجهزه الفنيه الموجوده في النادي الاهلي كانوا بتقدر حتى عشان كده كان اسامه عربي متواجد في الملعب على طول بالتاكيد. كابتن احمد حراسه مرمى نادي زي نادي المقاولين العرب فتره كانت صعبه جدا على نادي المقاولين بدايه اثبات ذات مره ثانيه. يعني انتوا داخلين الدوري العام بتثبتوا ذاتكم معاكم مجموعه من اللعيبه الصغيره نعيده من الناشئين كابتن سمير كمونه من ابرز العناصر اللي كانت موجوده من ناحيه من الناحيه الدفاعيه موجود احمد نخله موجود برضو مصطفى صادق محمد سعد نجوم لسه برضو ما خدوش خبره الدوري الممتاز. يعني كان كلام كابتن بدأ فتح معاكم وانتم داخلين هذا الموسم. بص يا كابتن محمد انا برضو هقول حاجه. انا في الموسم 92 93 اللي احنا نزلنا فيه كابتن انور سلامه كابتن ياسر كان ماسك 92 93 اتصل عليا هو كابتن رياض كان عايزيني في النادي الاهلي. المقاولين ما رضيش ليه؟ لان كان مش عايز يفرض في ولاده ونجومه عشان يصعد الدوري الممتاز. كنا محمد رمضان في المقاولين نزل المقاولين اوفر مشير حنفي مشير حنفي مشير حنفي قعد في النادي الاهلي كان عارف كابتن انور كان اعطى له قرار اللي هو من اللعيبه اللي مستبعده من قائمه النادي الاهلي. الاوفر ده كابتن محمد في الدقيقه كام؟ 90 الدقيقه 90 فالموسم ده الكابتن انور والكابتن ابراهيم رياض طبعا كابتن ابراهيم طبعا من الناس اللي انا بعتز بيهم جدا اتصل عليا وقلت له الاتصالات مع النادي فالنادي قال لي احنا مش هنسيب حد عشان احنا عايزين نصعد تاني. لما صعدنا الكابتن بدوي كان يعني بدايه يعني عايز يعمل شكل تاني نادي من العرب. كابتن بدوي طبعا رحمه الله عليه كمان كان من الناس المحترمه جدا مدربين كويسين جدا. طبعا بدانا بتشكيل طبعا ما جبناش غير الكابتن مجدي عبد الغني يعتبر نعم. يعتبر هو الوحيد اللي جه على اللعيبه اضافه اضافه لكن إضافة كل الموجودين نعم. دول كل الموجودين كانوا موجودين يمكن برضو في السنه اللي جه فيها الثلاثه صفقه نادي شبين كابتن خالد كامل نعم. كابتن احمد نخله كابتن صبر ابو شادي نعم. الثلاثه اللي هم جم اضافه بعد الصعود. فطبعا بدانا بدايه كويسه جدا زي ما حضرتك بدايه ماتش الزمالك بدانا لكن انت عارف الانديه اللي غير النادي الاهلي لما بتخسر مباراه عشان ترجع تاني عايزين ماتشين ثلاثه. النادي الاهلي نادي بطولات بتعود ان لو ما يحصل له كبوه بتلاقي في جمهور بيسانده في لعيبه متعوده روحها على البطوله. طبعا احنا في المباراه في الموسم ده كنا عشان نكسب ونيجي مباراه ثانيه نتعادل نخسر نقعد ماتش اثنين عشان كان ساعتها البون المكسب بتين بونت فكانت العمليه صعبه. لكن الفرقه دي اللي انا بقول لحضرتك عليها دي يمكن 70 65% من الهيكل بتاعها
كمل لحد موسم 98 اللي هو بعد كده قلنا نادي من العرب لازم يرجع البطولات، فالحمد لله رجعنا زي ما قلت لحضرتك، هي دي البدايه. دخل بيها زي ما قلت لحضرتك كل ولاد النادي بقى، اعتمدوا ساعتها على ولاد النادي اللي هو من ناشئين، كان محمد عز، تامر مصطفى، سعد عبد الباقي، محمود العارف، هيثم حسين، طبعا دولت بعد كده كلهم راحوا منتخبات، كلهم كانوا نجوم. مين؟ لا ممدوح جنجام من 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 بني سويف سنه 97 98 ممدوح ما كانش لسه جاي. فطبعا كل القصه ديت طبعا حبينا نعملها، كابتن بدر يعملها، اللي ما كانش طبعا موضوع الاحتراف ما كانش لسه، ما فيش احتراف. ما هو الوحيد يعني اللي طلع كان كابتن عبد الستار صبري لما راح تركيا. لا ما كانش في احتراف اللي احنا نجيب من انديه ثانيه. من انديه ثانيه؟ من انديه ثانيه، ما كانش في الانفتاح بتاع الدوري اللي انت تجيب من هنا، كنت كانت العدد الدوري كان 10 فرق او 11 فرق، كان عدد محدود. فطبعا قدرنا اللي احنا كان كل هدفنا اللي احنا نقعد السنه دي. السنه بيقولوا عليها سنه الثبات في الدوري، وبعد كده نبص لمين؟ للبطولات بعد كده. فالحمد لله اللي احنا خططنا له اللي احنا نقعد في الموسم ده، واللي بعديه خدنا بطولات والحمد لله ربنا كرمنا بعد كده ومشينا كويس قوي. لا وانتوا كنتوا برضه حتى في هذا الموسم كنتوا يعني فريق بيتقال عليه بلقب الكره، فريق رخم ما كانش سهل جدا الواحد يكسب عليه جداً. يعني خلي بالك تسال سؤال حراسه المرمى. طبعا كان في السنه ديت معايا طبعا طارق سليمان وممدوح ابراهيم، طبعا كانوا حراس من اعلى الحراس الموجوده. طب بص احنا قعدنا احنا الثلاثه دول انا وطارق وممدوح قعدنا من موسم 93 حتى موسم 98. لا ما شاء الله يعني برضو ثلاثه، وكابتن طارق سليمان من وكان معانا حارس مرمى ثاني. نعم طبعا انت عارفه. لا الموهبين في الموسم ده كان موجود معانا طبعا الكابتن خالد مصطفى. نعم. كان اول موسم يجي معانا في الوقت ده. ايوه كان لسه جاي من الاتحاد السكندري. طبعا احنا مشينا طبعا حراس المرمى وربنا لك في نادي من العرب بقى لها فتره في خير. نعم من احسن حراس المرمى الموجودين على مستوى مصر، نادي محترم من قطاع الناشئين. يعني انت لو تبص تلاقي دلوقتي انا ابن النادي ممدوح ابراهيم العقباوي، دلوقتي حسن شاهين، احمد العربي، كلنا بنطلع من ابناء النادي كل فتره بيطلع حارس مرمى كويسين في نادي بالظبط. نادي المقاولين العرب دايما بيبقى عنده نظره لهذا الموضوع. ولكن انا عندي كلام كتير جدا يا كابتن ياسر، هنتكلم وهنفتح طرق لعب وطريق لعب الان هاريس وحاجات وفنيات وتكتيكات، ولكن بعد هذا الفاصل ما تروحوش بعيد، نادي الاهلي دايما حبيب. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونكمل كلامنا ولقاء الاهلي والمقاولين العرب موسم 93 94 من اهم المواسم في النادي الاهلي. كابتن ياسر، كابتن الان هاريس كوره هجوميه 4 4 2 كلاسيك بشكل واداء هجومي بشكل كبير جدا، طرق اللعب كانت مختلفه. يعني النادي الاهلي ابتدى عشان يحصل على الدوري مره ثانيه ان هو خلاص مركز على الهجوم فقط، كان ابرز الملامح اللي كان كابتن الان هاريس مركز فيها هذا الدوري ايه؟ هو كان اولا كان طريقه اللعب، احنا اي نتيجه لو جيت ارجع للنتائج كلها هتلاقيها بنكسب الفرق 3-4، يعني مفيش ماتش طلع مثلا 1-0 2-0 قليل قليل جدا. نعم. حتى ماتش الاسماعيلي والاهلي 4-3 جيم مفتوح، كل ماتشاتنا الاتحاد في اسكندريه انت قلت من شويه 4-1. نعم. فكل نتائجنا هتلاقيها قليل خالص لما نكسب، لكن كان بيعتمد على الكرة اللي هي اللي يعني اولا كان في ناس بتديله نواحي دفاعيه بحته، منهم السير دباكين، منهم طرف من الاطراف اللي هو كان كابتن ابراهيم حسن او كابتن محمد يوسف، طرف من الاطراف ما ينفعش الفرقه كلها تطلع. نعم. مع الطرفين اللي هو كان عبد الجليل وياسر ريان مع حسام حسن ومع ايمن شوقي، دولك يعني انت بتتكلم في 6 لعيبه بتهاجم نسبة عالية جدا، وعندك 4 بيأمنوا الدفاع، منهم واحد هادي خشب كان ديفندر. نعم. ولو ما كان هادي بيزيد كابتن أسامة عربي بيثبت مكانه، وعندك 2 سرد مكان ثابتين، فكانت الطريقة. وزائد كمان كان بيشتغل على النواحي البدنية عالية قوي، يعني احنا كنا ممكن نلعب 90 دقيقة وأكثر من 90 دقيقة. ليه؟ هو كان في عامل حتى بعد المباراة، كل مباراة اللي لعب واللي ما لعبش لازم بعد الماتش يجري ربع ساعة خفيف خالص، ده بالنسبة له دي استشفاء. نعم. لما أنا أعملها تاني يوم بعملها بعد المباراة. ففي حاجات كتير جدا كانت زي كمان بقى انت بتتكلم في روح النادي الاهلي وحماس النادي الاهلي، وبطوله راحت مننا قبلها. نعم. خد بالك السنه اللي قبلها النادي الاهلي ما خدش دوري. نعم. فانت عايز هو كان التركيز ان الاهلي عايز ياخد الدوري اللي انت تاخد دوري، فكل ده عوامل كان بيساعدك اللي انت تاخد. زي كمان في منافسه ما بيجي لك مدير فني جديد، في منافسه بين اللعيبه، في كل واحد عايز يثبت ذاته، كل ده كان في صالح الفريق.
حتى الاثنين الاحتياطي كان عندك برضه في كل دكه في احتياطي لو انت بصيت على المباراه. انا قبل ما اخش في التشكيل كابتن ياسر، بس انا عايز افكر مشاهدينا ان هذا اللقاء كان في الاسبوع السابع 19 اكتوبر 93، السبع اسابيع اللي قبل كده النادي الاهلي في البدايه واجه نادي المنصوره وفاز بثلاث اهداف مقابل شيء، كان كابتن ايمن شوقي وعبد الجليل ومحمد رمضان طبعا مع حفظ الالقاب. الاسبوع اللي بعد النادي الاهلي تعادل مع المحله 1-1، كان كابتن ايمن شوقي احرز هدف النادي الاهلي. في الاسبوع الثالث النادي الاهلي لعب الاتحاد، كابتن ياسر ريان جاب جون في هذا اللقاء، كابتن ايمن شوقي جاب هدفين، وعبد الجليل واحمد رجب كان احرز، كان احمد رجب ده بيلعب باك يمين اعتقد كابتن ياسر في هذا الموسم. الاسبوع الرابع طبعا من احب الماتشات في لقلوب الاهلاويه، النادي الاهلي ونادي الزمالك 3-0 في ملعب المقاولين العرب، كان جليل. كابتن ابراهيم حسن ومحمد يوسف والكابتن عبد الجليل طبعا مع حفظ الالقاب. انا هقول يعني ايه كابتن كتير وهتلاقوني بجري في الاسامي، فطبعا كل الناس لها كل الاحترام والتقدير. الاسبوع الخامس النادي الاهلي واجه المريخ كسب 3-0. الاسبوع السادس ده بقى من الماتشات، النادي الاهلي بيواجه نادي الاسماعيلي في الاسماعيليه وتعادل 1-1، كان كابتن عبد الجليل احرز الهدف وانت اللي عملته، كنت عامل اسيست كتير جدا في اداء المصطفى. النادي الاهلي داخل للقاء المقاولين كان قبله متعادل مع الاسماعيلي، وطبعا دي بالنسبه له النادي الاهلي التعادل خساره. خلي بالك احنا برضو تذكرا للساده المشاهدين في ماتشين كنا احنا بره ملعبنا، نعم. بمعنى كان اتحاد الكره ادانا عقوبه ماتشين، المنصوره هنلعبه في اسكندريه، ماتش المنصوره والاهلي ده على نعم. فكره في استاد اسكندريه، استاد اسكندريه، وماتش الاتحاد والاهلي في استاد المنصوره، في استاد المنصوره عشان تبقى الذاكره نعم. برضو دي عندك، والنادي الاهلي كسب هنا 4 وكسب هنا 3 بالظبط، فده كان الماتشين اللي كنا بره. لكن الماتشات اللي حضرتك بتتكلم عليها دي كلها ماتشات احنا داخلين كابتن شوبير اجتماعات مع اللعيبه الكبيره، كابتن علاء صادق، كابتن محمد رمضان، كابتن اسامة عربي، كابتن حسام، في مجموعه كبيره قوي كانت موجوده عايزين بطوله دوري. نعم. فبطوله الدوري انت عارف جمهور النادي الاهلي بطوله الدوري ده بالنسبه له لو راحت من هنا موسم الموسم الثاني تلاقي الدنيا ممكن يحصل مشكله كبيره جوه. طب ماتش الاسماعيلي وانتوا هناك كابتن ياسر كان من الماتشات الصعبه طبعا، النادي الاسماعيلي كان ساعتها من افضل الفرق اللي جت في النادي الاسماعيلي، والتعادل هناك 1-1، وانت داخل بقى ماتش المقاولين انت لازم تكسب بالظبط عشان تكمل. لا بس ماتش الاسماعيلي كمان على فكره احنا لما بنروح ماتشات الاسماعيلي، الاسماعيلي والمصري التعارف بيبقى في حساسيه في الاسماعيليه هناك الماتش ده 1-0 الاسماعيلي، نعم. والشوط الاولاني حط الجون بتاعنا وانا بلعبه كان زمان تحط الكره وتلعبها، كانت لسه القرار لسه متنفذ، بس احنا انت عارف عشان توصل للاعيب ما بتوصلش بسرعه، حطيت الكره وعملت اوفر عبد الجليل جاب جون، اتحسب الجون. طبعا قعدنا حوالي نص ساعه الماتش ما لعبت الاسماعيلي كلامه عملنا المحاضره في الماتش بتاع الاسماعيلي ده على فكره بين الشوطين عملناها في الفرد الملعب، الجمهور مش عايز يدخلنا نعمل محاضره، ما قدرتش تخش والحكم في الماتش ده في ظابط كمان يعني قصه نعم. يعني كان الموضوع كان الاجواء صعبه جدا. في الاخر نادي الاهلي استطاع ان هو يطلع بافضل نتيجه ويرجع لنادي المقاولين. كابتن ألان هارس وطبعا كابتن طارق سليم، ايه بقى التوجيهات لذكرياتكم في هذا الماتش وانتم داخلين ماتش المقاولين العرب، ماتش مهم جدا وفرقه رخم. بص فرقه المولون طول عمرها من الجيل اللي كابتن احمد صبري اتكلم عليه اللي هو جيل زمزم وجيل سعد الشيشين، الجيل اللي هو اللي احنا كمان يعني احنا كنت حافظهم لاعب لاعب وصولهم ياخد كاس مصر وياخد بطوله دوري وياخد بطوله افريقيا كل ده وكان لهم شعبيه كويسه. فاحنا عشان ندخل مع النادي المقاولين فرقه كانت برضو جه وقت من الاوقات هي زي ما كابتن احمد بيتكلم برضو كان لسه في صاعدين عايزين يقول لهم تواجد في الدوري، فانت بتدخل المباراه احنا بندخل مباراه مع اي فرقه بنعتبرها مباراه بالنسبه لنا نهائي، حتى احنا بنتكلم مباراه 3 بوت ودي ميزه طول عمرها النادي الاهلي بتورثها، اللي احنا ما بنفكرش هنلعب مين بعد المقاولين، احنا وما بنفكرش احنا خلي بالك ماتش الاسماعيلي تعادلناه فاحنا مش هينفع يروح مننا بنطتين. يعني ابرز الحاجات اللي ركز عليها كابتن ألان هارس في هذا اللقاء؟ المباراه لازم ناخد فيها 3 بونت. نعم. انا فاكرها كويس قوي كابتن طارق سليم قال لك ما ينفعش النادي الاهلي يتعادل ماتشين ورا بعض، خد بالك يعني النادي الاهلي ما ينفعش يتعادل ماتشين ورا بعض. نعم. فكل ده زائد احنا كمان نازلين المباراه مع ضغط الجمهور مع الروح بتاعنا مع طريقه اللعب اللي بننفذ بها، لا الامور بتبقى صعبه على الفرق الخصم على فكره لما بيدخل يلاقي الفانله الحمراء على فكره. وما احنا لسه هنتكلم مع كابتن احمد على هذا الشان، ولكن خلينا نفكر مشاهدينا بتشكيل النادي الاهلي في هذا اللقاء. طبعا في حراسه المرمى كابتن احمد شوبير، كابتن جمال السيد، كابتن محمد يوسف، كابتن ابراهيم حسن، كابتن علاء عبد الصادق، كان الاثنين مساكين، كان علاء عبد الصادق
كان جمال السيد، محمد يوسف باك شمال، ابراهيم حسن باك يمين، وهادي خشبه اسامه عربي في خط الوسط، ياسر ريان عبد الجليل كطرفي الملعب، وفي الامام كابتن حسام ما سبق كباتن على عيننا وعلى راسنا مع كل حفظ الالقاب. نروح لتشكيل المقاولين العرب، طبعا كابتن احمد صابر في حراس المرمى، امامه مجدي عبد الغني، سمير كمونه، ومصطفى صادق، وسيد عيد، محمد سعد، احمد نخله، اسامه عمر، محمد السيد، وخالد كامل، وياسر محمدين. ده كان تشكيل نادي المقاولين. اسالك كابتن احمد صابر، طبعا انت رحت تلعب النادي الاهلي، اي نعم، احنا يعني او نادي المقاولين كان بيلعب في ملعب المقاولين العرب، ولكن انت بتلعب النادي الاهلي، الجمهور كله نادي الاهلي، فانت بتلعب النادي الاهلي يعتبر على ملعبك بس قدام جمهور النادي الاهلي، كان اللقاء صعب؟ نادي المقاولين كان بيمر بفتره صعبه، وازاي دخلتوا هذا اللقاء وانتم بتلعبوا فرقه من العيار التقيل طبعا زي النادي الاهلي؟ طبعا يا كابتن محمد، انت عارف ان ايام زمان ما كانش بيتذاع عليك غير مباراتين، الاهلي والزمالك. نعم. فكان كل واحد من الانديه اللي هي غير الاهلي والزمالك يتمنى يلعب مباراه الاهلي والزمالك. حتى قبل المباراه تلاقي باسبوع تلاقي كل اللعيبه بتتمرن، حتى اللي عنده ظروف ينسى ظروف، عايز يبقى متواجد عشان يبقى موجود في ماتش الاهلي والزمالك عشان الناس كلها تتفرج عليه. طبعا الماتش ده له قصه كبيره جدا عندنا احنا كمقاولين العرب. قبل الماتش ده بماتشين كنا بنلعب البلديه ماتش في ملعب كفر الشيخ، نعم، وتعادلنا 0-0، وبعديها الماتش على طول هنلعب الاولمبي على ارضنا. كنت انا وسامي كمان ماتش البلديه، والبلديه والاولمبي كانوا من اقوى الفرق ساعتها جدا، كان ساعتها جيل الذهبي بتاع البلديه طالعين، جيل الذهبي طبعا بقياده الكابتن احمد شعراوي، طبعا الناس كلها عارفاه طبعا، والاولمبي طبعا كان لسه الكابتن احمد الكاس طبعا، واسامه يوسف وعطية عبد الهادي واحمد سامي، كانت فرقه، وحليم كابتن حليمو. جينا تعادلنا هناك 0، وانا وسامي كمان نجوم برا، وجينا ماتش الاولمبي الكابتن بدوي مقعدنا بره، والماتش على ارضنا خسرنا 3-0. نعم. طبعا كابتن بدوي خد قرار زعلنا، ايقاف احمد صبر وسمير كمونه قبل مباراه النادي الاهلي بكام؟ باسبوع بالظبط. جه المهندس عادل ايوب قعد معانا، وكابتن انتوا زعلتوا ليه؟ المهم ايه؟ قعد مع كابتن بدوي قال له الاثنين دول، قبل يا كابتن محمد كابتن ياسر بالظبط اسبوع، قال له الاثنين دول زعلانين عشان ما لعبوش، بس انا اوعدك الاثنين دول في ماتش النادي الاهلي هم اللي هيبقوا نجوم المباراه وهيشيلوا المباراه. كنا داخلين خسرين من الاولمبي 3-0، كان كل هدفنا ان احنا ما نخسرش، على الاقل ناخد بونت من الاثنين بونت بتوع ماتش الاهلي، واحنا عارفين النادي الاهلي متعادل الماتش مع الاسماعيلي، والنادي الاهلي لما يجي لك متعادل او خسران هيبقى تبقى شرس جدا، شرس، وخاصه انت بتلعب على ارضك او بره ارضك، الجمهور مالي الملعب النادي الاهلي. طبعا كانت مباراه صعبه جدا لينا، الجمهور كان كتير جدا جدا اللقاء. طبعا وكان في اجواء، واحنا كنادي اهلي محتاجين ان احنا نكسب هذا اللقاء، والنادي الاهلي بدايه بيلعب على بطوله، عارف ان نادي المقاولين من الانديه الصعبه على ارضها وبره ارضها. صراحه ان النادي المقاولين كان طول يا كابتن محمد مباراه الاهلي والمقاولين الكابتن ياسر عارف على مدار الزمن كله بيبقى ماتشات صعبه. طبعا ماتشات صعبه، حتى تبص تلاقي يعني هتلاقي المباراة أي مباراة يعني إلا مباراة معينة 1-0 2-1 3-1، يعني كلها مباريات الأهداف يعني مش كتير، قريبة قريبة جدا فهي المباراة خاصة كان كابتن ياسر عارف أي حد كان يجي يلعب خاصة على ملعب نادي المقاولين العرب كانت تبقى مشكلة بالنسبة لي. فطبعا المباراة دي طبعا كنا استحالة متفقين إن احنا ما نخسرش المباراة، وفعلا يعني مباراة صعبة جدا، داخلين طبعا بتلعب النادي الاهلي طبعا التلفزيون الدنيا لا والحافز يا كابتن محمد، اذا كان عندك حافز 100% بتلعب الاهلي عندك 300%. لان طبعا لان المنتخب طبعا اي لعيب عايز يروح المنتخب لازم يتألق اهله وزمالك او الاهلي بالزمالك. حقيقه يعني انا واحد من الناس لما كنت عايز العب مباراه كويسه عايز اقول للناس انا موجود او منتخب مصر هو مباراه الاهلي والزمالك، لكن دلوقتي كل مباراه مذاعه، فكانت هي دي المشكله. لكن الحمد لله قدرنا الماتش ده خسرنا 1-0، يقول الكابتن اسامه عربي طبعا، لكن الحمد لله عملنا مباراه كويسه جدا، يعني كنا ند النادي الاهلي، كنا يمكن يعني قاب قوسين او ادنى من التعادل، لكن النادي الاهلي احرز هدف في اول ربع ساعه من الشوط الاولاني وقدر يحافظ عليه. لكن النادي الاهلي طبعا لما بيجيب الجون هو عارف هو بيعمل ايه. النادي الاهلي لما بيدافع او بيهاجم لا، عنده مدرب، عنده لعيبه بتفكر، عنده لعيبه كبار بيعرفوا هم عايزين ايه مباراه، خدوا الهدف مباراه بيلعبوا بعد كده على حسب جو المباراه. طب كابتن ياسر، يعني نادي المقاولين العرب انت ابتديت اللقاء
وشايف نادي المقاولين متكتل دفاعيا، يمكن حتى ما فيش حد، الفراوده حتى ما كانش بيقابل حد قبل الدايره. فانت حسيت من اول خمس ست دقائق كده ان الماتش، لا الماتش هيبقى معقرب شويه، وما بينكم وما بين بعض كلعيبه بقى في وسط الملعب، انت جنبك عبد الجليل، جنبك حسام حسن، بيجي لك ايمن شوقي، بيبقى في كلام ما بينكم وما بين بعض، كان ايه الكلام اللي الكلام كان اللي بيتقال اللي كان بيتقال وما زال بيتقال، اللي هو ايه؟ ما تزهقش، ما نملش، اي وقت هتلاقي احنا بنجيب جون، احنا عند خلاص طالما احنا بنقرب ده ما بتقلقناش، طول ما احنا بنروح وبنجيب، حتى لو احنا في الدقيقه، النادي الاهلي يقول لك النادي الاهلي بيجيب في جون في الدقيقه 95 و94 ليه؟ احنا ما بنبصش على التايم على فكره، ولا بنركز مع الحكم، ولا في ناس يقول لك الاهلي بيكسب، لا انا بقول لك عمرنا احنا بنكون عندنا ضعف احنا ما بنتكلمش، لا انا بنخسر ولا حاجه، ولا بنعترض على حكم، ولا بنعترض على اي حاجه، لكن مباراه المقاولين خصوصا بالذات احنا نازلين ناخد 3 بونت، نكسب 1-0، الفرقه فرقه المقاولين تدخلوا جون في نفسهم، المهم الماتش ليه؟ الماتش الثاني لو كنا تعادلنا كانت هتبدا ليه؟ كانت قبلها الموسم اللي قبليه كان اتكرر مننا كده، تعادلنا مع السكه الحديد، تعادلنا مش عارف مع الاولمبي، تعادلات مع الانديه الصغيره، الانديه الصغيره ضيعت مننا الدوري، ضيعت منك الدوري بالظبط، فاحنا مش عايزين نوصل للمرحله اللي احنا يروح مننا بونتو تاني، وعايزين نرجع تاني، فعشان ترجع تاني لازم كنا نكسب المقاولين، فكنا نازلين الضغط طبعا، ومع ضغط الجمهور، ومع ضغط 3 بونت، واحنا كمان المقاولين زي ما كابتن احمد تفضل اتكلم، هو هدفه اللي يتعادل، هدفه ممكن ممكن عارف لو النتيجه هو عايز يطول عمر الماتش بالظبط اكتر، وحتى لو خسر 1-0 هو بالنسبه له النتيجه برضو، انا مش شايف ان انا اطلع من النادي الاهلي، والنادي الاهلي برضو بالشعبيه وباللعيبه اللي موجوده في الملعب، النتيجه والنجوم كبار جدا في النادي الاهلي في هذا الوقت بالظبط، وانت عارف برضو احنا مبني اسي في السنه، في الفتره دي احنا ما بنقاس ليه؟ احنا عندنا كل اسبوع في اجتماع مع الكابتن شوبير في البيت عنده، كل ماتش حتى لو مره من المرات لقيته بيقول لي، كنت انا ما بلعب في فتره ما بلعبش، وكان برضه ولقيته بيقول لي انت مش كويس في التمرين، وانا وهادي ووليد، قلت له ازاي وانا اصلا بلعب علشان انت تحكم؟ قال لا ما انت تمرينك وحش في بص بيحكم عليا تمرينك، ما انتش كويس في التمرين، ما انا فعلا واخد الامور، انا ما بلعبش، انت عارف اللاعب لما ما بيلعبش بيبقى واخد نوع من الريح. نقطه مهمه جدا يا كابتن ياسر، طبعا هي نقطه سلبيه بالنسبه لي، لا لكل اللعيبه، لان برضو حته ان في بعض الاوقات اللعيب لما بيحس ان هو مستبعد يبتدي ينزل التمرين مد بوز بالظبط، مش مركز، طب ما انا كده كده مش هلعب، طب ما انت افرض بشخصيتك وبمجهودك نفسك على المدير الفني، هتجيلك انت حتى متمرن كويس، انت متمرن نفسك هتجيلك، ده الماتشات بيبقى الدوري طويل فعلا كله بيلعب، طب لدرجه انت بتلعب ناشئين، لما تلاقي في انذارات، في اصابات، في توقفات، هتلاقيك الموضوع بقى صعب، لكن كنا نقعد، قال لي انت بتمرن مش كويس، ولا هادي ولا وليد، ان احنا مش موجودين، احنا قال لك ما هو عشان فلان برضه في الماتش ما بيأديش، عشان عارف اللي ما فيش بديل ليه قوي. فبدأنا فعلا، انت الناس الكبيره دي انت بتستفاد منها وانت قاعد معاهم، بيديك حاجات، بدأنا بقى كل يوم، كل اسبوع او اسبوعين نقعد كابتن شوبير عزومه عنده في البيت، نعم. اجتماع عزومه، ونضحك ونهرج، وهناكل ايه النهارده، يعني عارف دخلت في مود اللي هي القرب، وده مهم جدا على فكره، الكوره مش كره قدم بس. انت كنت بتقعد مع مين في المصري الثاني؟ انا قعدت مع مشير حنفي فترات، قعدت مع علي ماهر فترات، لا بس الفترة دي كانت لسه هادي خشب قعدت معاه فترات، كان علي ماهر لسه ما جاش، لا انا في الفترة الأولانية أنا ومشير حنفي وكابتن ثابت البطل الله يرحمه، يعني ربنا يديله الصحة، برضه بعد كده كان غرفته جنب أوضته على طول، كنت عارف أنا من نوع في المعسكرات، أنا ليا طقوس معينة، يعني ما تجيش تقول ما فيش روم سيرفيس في الأوض، ده انساه معايا، فعشان كده كان يقعد يدخل الأوضة في أي وقت الساعة 12 واحدة بالليل، وحتى وإحنا نايمين يلاقي طبق يعرف جه منين ودخل ازاي الاكل، وقصه يعني. لا ده على فكره قصه انا حضرها الكابتن ياسر واحنا في المنتخب 98 مع كابتن جوهري، كان الكابتن جوهري يقول لك كل واحد ياكل كل اللي هو عايزه، يجي عند كابتن ياسر وعبد الستار يقول لك كله اللي انت عايزينه، كله اللي انت اطلبه اللي انت عايزه، ليه؟ يقول لك وزنهم هم بيزيدوها وبعدين بيجوا كتير جدا، لا بس خلي بالك بس هو يديك تاكل من هنا وبرضه يقلق كابتن جوهري يوزنك تاني، يقلق يقول لك انت لا بس هو عارف يا كابتن ياسر اللي انت وعبد الستار في ناس وزن زياده، ففي حاجات اولا بس يا كابتن محمد، بس احنا مش هنسى كابتن جمال عقاد طبعا، على هو لازم برضه ندي الناس ده حقها في الزمن ده والعصر ده، مهندس صلاح حسب الله، مهندس عصام عباس طبعا، مهندس ابراهيم محلب بعد كده، المهندس محمد عادل، بص انا بعتبر نادي المقاولين، يعني انت لو قلت لي ياسر يا ريان انت في يوم، والله مش بقولها رياء ولا نفاق، انت لو جبت النادي الاهلي كنت نفسك تلعب او تنهي حياتك، كنت قلت لك في المقاولين،
ليه استقرار فني واستقرار مادي وناس بتعامل بصراحه برضه كابتن ناصر البنيه التحتيه والبنيه الاساسيه للنادي جدا. بس اقول لك حاجه كابتن محمد بلز، هو طبعا كابتن ناصر كنت لسه هشكرهم طبعا المهندس طبعا رحمه الله عليه المهندس عثمان احمد عثمان طبعا المهندس حسين عثمان طبعا المهندس ابراهيم عثمان نعم. طبعا صلاح بيه عثمان المهندس حسن ناصف انا بقول المهندس عصام عباس المهندس عادل ايوب المهندس عبد الله العربي المهندس زين السادات بعد كده المهندس طبعا ابراهيم محلم اجيال بقى المهندس محمد عادل المهندس فيصل مرتضى يعني بدا المهندس محمد عبد الكريم دلوقتي يعني اجيال بتسلم مقول العرب طول عمرها يعني الناس كلها عارفه ان بتسلم اجيال بتسلم المهندس شريف حبيب طبعا نعم. يعني المهندس شريف طبعا من الناس اللي انا بقدرها وبحترمها مسك رئيس النادي واشتغل معاه كمدرب طبعا الناس دي خدمت النادي وودت النادي وودت النادي بحب فعشان كده الواحد لا وطبعا مدير الكوره طبعا زي ما كابتن ياسر كابتن جمال عقاد الدكتور سيد مصطفى طبعا من الناس اللي طبعا أنا جدا 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 طبعا يعني دكتور سيد يعني من الناس اللي هي الناس اللي انا عاصرتها وعرفتها لا لا كابتن جمال والدكتور سيد يمكن كابتن محمد عارفه من الناس اللي جدا من الناس لا الناس اللي هم كابتن ياسر الدكتور سيد الناس اللي بنت النادي بنى من زمان وفريق كمان انا مثل عليك على ناصر محمد علي الله يرحمه اسلوب لعبي انا اشوف كابتن ناصر الله يرحمه ستايل لعب رقم 11 طريقه لعبه في حاجات كتير جدا كانت في ناصر محمد بس رقم 11 كمركزك عشان تلعب ناحيه الشمال طبعا احنا كنا بنسمي الكابتن جمال طبعا البرنس يعني طبعا هو برنس السباقات وبرنس فعلا كنا لما كان يبقى معانا كمدير كوره شوف احلى ايام احلى فلوس احلى لبس احلى حاجه الكابتن جمال قعد بصراحه فانا من هنا يعني كل الاحترام والتقدير للكابتن جمال قعد وكل الناس الموجوده في نادي مول العرب بالفعل كل الاحترام والتقدير طب كابتن ياسر ماتش المقاولين عديت انت من ناحيه اليمين نرجع تاني كده نفكر المشاهدين وبعدين كابتن ايمن شوقي الكره جات له وظهره للجول وده بقى ذكاء الفيرود على فكره كابتن حسام حسن في هذا اللقاء اتغير كان اصيب ويعني الماتش ده فيه حاجتين من النوادر ان كابتن حسام حسن يتغير وان كابتن اسامه عربي يجيب جول فدي من النوادر دي ما بتحصلش كتير لا ده تغير كابتن حسام حسن دي يعني هو جول وحيد بتالي لا كابتن حسام خرج ممكن يكون اصاب ممكن يكون هو اشتكى او حاجه هو كان في اصابه فمن النوادر كابتن حسام حسن كابتن اسامه عربي يجيب جول فدي من النوادر اللي موجوده في هذا اللقاء صراحه الموسم ده كان المواسم الجميله جدا الاهلي قدم كوره من افضل يعني المواسم اللي فيها كوره والنادي الاهلي دايما احسن كوره في مصر دايما النادي الاهلي بيذهب الى الفوز الفرقه اللي بتحاول انها تفوز دايما بتلعب كوره هجوميه عشان بس في البعض بيقول النادي الاهلي كورته دايما مش يعني الى حد ما بيلعب على الروح لا النادي الاهلي دايما كل فكر كابتن ياسر ريان كابتن احمد صابر النهارده في هذا اللقاء وفي كل حلقاتنا في ماتشات زمان الفكر الجديد في كرة القدم تاخده من النادي الاهلي. التطبيقات الكبيرة في كرة القدم تاخدها من النادي الاهلي. عايز أي فكر جديد من أي مدير فني أجنبي من النادي الاهلي دايما على مدار التاريخ بيشوف آخر فكر في أوروبا إيه وبيجي يطبقه هنا عشان بقية الفرق تاخد منه. طبعا في نهاية هذا اللقاء الجميل بشكر كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي كابتن ياسر ريان منور النهارده. شكرا يا كابتن محمد أنت يعني اديتني زيادة وطبعا أنا سعيد بوجودي معاك وأتمنى إن شاء الله في حلقات كتير تتكرر بإذن الله وبشكر وجود طبعا الكابتن أحمد صابر طبعا ده صديق وسعيد جدا بوجوده وفعلا كنت فرحان أنا كان نفسي أشوفه من فترة طويلة. أيضا كابتن مصر وحارس مرمى نادي المقاولين العرب كابتن أحمد صابر منور النهارده كابتن ودايما أشوفك في حلقات. شكرا كابتن محمد طبعا أنا سعيد في قناة النادي الأهلي طبعا نادي القرن طبعا وسعيد جدا مع حضرتك مع كابتن ياسر لأنني بقالي كم اكتر من 10 سنين ما شفتوش وانا لما حضرتك اتصلت قلت للكابتن ياسر ريان طبعا ده شجعني ان انا اجي مع كابتن زميل عزيز ومن احسن لعيبه اللي الواحد عملها هو ده الحب هو ده اللي احنا بناخده فطبعا انا سعيد وبشكر قناه النادي الاهلي وبالتوفيق ان شاء الله مزيد من النجاح ان شاء الله ربنا يخليك كابتن احمد اذا مشاهدينا الكرام نذهب الى ملعب المقاولون العرب وكابتن محمد حسام اليك الميكروفون الاهلي والمقاولون العرب